نور، صباح الورد، صباح الياسمين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ومزيانين وغاديين مزيان. كي دايره شي شتيوا؟ واصل عندكم شي شتا ولا عندكم الصهد ولا البرد ولا شنو عندكم بالضبط؟ حنا كانت عندنا الشتيوا في الليل والصباح، تبارك الله كما كتشوفوا راه كلشي بدا كيخضر. راكم عارفين الشتاء، انا كنت فقت صباح مشمش، وراكم عارفين الوقيته تاع الشتاء حتى شي واحد ما كيصبن كيتعرم عندك الكراكر ديال الصابون. ايوا صبنت واحد جوج ماكينات هكا وقلت غادي نمشي نشرهم. جات الشتاء غنحيدهم، ما جاتش غنشرهم في الدار، ما جاتش الشتاء غنخليهم هكا كينشفوا في الشموشات. نتوما كيصابين عندنا واحد الجو ما نعاودش لكم رائع، وخا هذا الجو تاع الشتاء شويه كئيب ولكن الحمد لله كجا رائع، جا زوين بزاف بزاف. هنا من بعد ما كنت قرصت الخبز هكا عاد مشيت درت الماكينه وجيت هنا درت لهم الفطور، فقت بكري شويه درت لهم البطبوط ولا خبز المقله ولا اللي عجبكم سموه. هكا بغيت نقول لكم شتو البنات راه كيصدق ليا في المقله، راه غير في العافيه ما كيصدقش، حيت كتكون العافيه مجهده. انا كنكون عارفه القياس ديال العافيه شحال غادي نشعل ليه، كيصدق ليه كيجي زوين. هنا درتو بالفينو وبالدقيق عادي، المهم درت بطيبيطات فطرنا بهم. وميم طون كما قلت لكم فطرنا بهم، بيم طون خليت منهم شويه للعشاء ولا الا بغاو الدراري ياكلوا كاسكروت ولا حاجه هكا. من بعد البنات هنا راه كنت درت جمعت شويه الدار، باقي ليا البيت ديالي اللي باقي ما جمعت الصراحه، اللي باقي مرون، ولكن قلت حياه استمتع بديك الشميسه. كانت واحد الشميسه داخله للصالون رائعه جدا، قلت حياه ديري واحد القهوه لك هكا، قهوه مع الشوكولات، درت القهوه مع الشوكولات وقلت بالله تمشي لذاك الصالون ديالي نستمتع به. هو اللون مع ديك الشميسه اللي داخله نكمد العظيمات، بعدا كنهضر بحال شي شارفه وهي ناري بحال دوك الشارفات اللي داو جافو في الدنيا. نكمد العظيمات هو الاول، عاد ديك الساعات نوض نشوف واحد البيت ديالي اللي هو كان مرون، كان خاصو الجميع، وكان كان عندي الحوايج بزاف، سيختو الحوايج هما اللي كانوا غادي يتناو، عندي بزاف ديال الحوايج خاصهم غادي يتناو. على قيتاش ديال فاش مرضت ما كاينش اللي يتني الحوايج الا انا اللي كنتني الحوايج بوحدي، الا ما كنتش انا راه ما كيتنيهم حتى شي واحد. هنا جلست كنتفرج شويه ونطوندو نشرب القهوه ديالي نستمتع بها واحد شويه، ومن بعد راه غادي نوض ان شاء الله نبدا معكم الروتين ديالي كيف ما داير كيف ما كان. صار قعد هنا البنات دزت البيت ديالي اللي كانت الصراحه كانت في واحد القربله، هي نجلس الارض في واحد القربله، تنيت الفراش يعني الصغير اللي كنعسو فيه، بدلت الفراش ديال الناموسيه ديالي حيت هو اللي كان محتاج تبدال. وميم طون راه واخا الشتاء البنات راه كنصبن الحويجات، كنصبن كل نهار ما نحطهم في الارض كنصبن الكوفري، تا واخا تكون الشتاء كنصبن الكوفري ما نقدرش نعس فيه، تقريبا الا عيقت كاع سيمانه نعس فيه الكوفري ونهز بابا نصبنو نشمشو. اختي ضروري ضروري واخا تكون زعما الشتاء وداك الشيء والبرد الله ما نسمح فيه، ضروري نصبنو. هنا جمعت شويه جلست إلين جلست وحدايا حيت كيدير لي بيتيز لاما نجلس وحدايا. بالنسبه للبنات اللي سولوني على راجلي علاش مشى، البنات مشى راجلي يشوف الوالده ديالو، ومن طن كان عنده شي ورق تما غادي يقادهم، داكشي علاش داكشي علاش مشى لفرنسا، زعما ماشي على شي حاجه اخرى، ولا كاين الناس كيقول لك مشى هرب على قيتاش المغرب غير يلعب مع فرنسا ما بغاش يشجع. شوفوا انا كنقول دائما البقاء للاقوى، سواء مغاربه سواء فرونسي انا البقاء للاقوى، انا ما عنديش مشكله موتي موتي 50-50 كيما كيقولوا. قلت لكم حطيت إليان حدايا عطات لي واحد الشيبس ياكل يتفرج في ديك ميشكا ديالو، كاينه واحد السيده قالت لي حياه تاعي ميشكا راه كتعلمهم غير الزبايل، وهو علم الزبايل بلا ميشكا ما نكذبش عليكم، هو الزبايل كيعرف ليهم بلا ما يدير لا ميشكا لا جوج. كيما قلت لكم واشوف واحد الكوافوز ديالي انا راه كيولا بستيلو، راه هي البنات كيفاش ولا بستيلو ما نعاودش ليكم، راه كتب فيه زوقوا زوقوا كله مزوق بستيلو كله مزوق كله، تعرف شنو هي كله مزوق كله مزوق. انا راه اياد كان جا من المدرسه صافي اياد دخل حيت اياد ولا كيدير السوايع كونتيني البنات، كيمشي من تسعود ما كيدخل حتى لثلاثة دار لهم لي زور كونتيني فهمتو، هناوني الصراحة هناوني. وليت كندير الغدا شوية معطل يعني حتى لديك ثلاثة عدا كتل ثلاثة ونص عدا كنتغداو مزيان والله العظيم إلا مزيان أحسن حاجة. ميم طون كنتغدا ميم طون هاديك هي اللي بقيتها فاش كندي إليان كيدير لاسيست ديالو. قلت لكم عمر ليا شوف كيدير ليا، كاين هذا أجاب الله هذا الفيتر هذا ديال اللي جنا من برا هذا ما كيلصقش، ولكن ستيلو الا لقى ستيلو تعرفوا هي البنات كيكتب سيراج جافي المنفع، درت جافي ونمسح ما عرفتش غادي ندير لهذا الكوافوز هذا باش يحيد منه ستيلو والو ما بغاش والحك، ودرت جافي هذاك راه جافي البيغ راه ماشي جافي المخلط بالماء، والله الا جبت جافي البيغ وكبيته عليه وما بغاش يحيد منه. يا اختي هز ستيلو وجلس يزوق ليا في الحيوط، يزوق ليا في السدادر، يزوق ليا في المخادره، ما وليتكم ماشي مخاد بيضين عامرين بستيلو من المخد مازال ليهم النواور. بابي انا هاد الكوفوز دابا كيفاش غادي ندير ليه؟ خصني سكوت
خاصني نجيب ليه داك عرفتو داك الساقه البيضه هذيك اللي خاصني نجيب ندير ليه. ميم طون تعطرت البيت ديالي شويه، درت ليه الريحه، هذه الريحه زوينه كنديرها في تفلي غيدو، كدير كتعطرت الريحه في البيت. هنا جيت نشارك معكم الرفيسه ديالي، درت الغدا اليوم كندير ليه الرفيسه حداكي. تما كاين العلم مغربي، قال لك حياه ما كطيب مغربي، ما كنطيب المغربي فاش كيكون الجو سخون، مي فاش فاش كيكون البرد صراحه، البرد غير ديال المغربي، غير ديال التريد، غير ديال المسمن، غير ديال اي حاجه بحال هكا. البرد غير ديال شي حاجه سخونه تخشي فيها يديك صافي تسخن بحال هكا. كان عندي التريد كما كنقول لكم، انا كيكون عندي التريد ديجا في الثلاجه هكا، كان كيكون مقطع وقت ما احتاجيته كنسلو. كانت هذه اخر خنشه كانوا عندي 2 كيلو، كانت هذه اخر نص كيلو، نص كيلو هذا واقيلا ديال التريد، كانت اخر خنشه سليتها سخنتها ودرتها. درت فيه كما قلت لكم كما دائما التريد ديالي ساهل ماهل، ماشي التريد بريستيج، ماشي التريد تريد ساهل ماهل وكيجي بنين. كندير فيه القوام ديالو العطريه. وهنا كانت معنا نيت خديجه، حتى هي كانت عندي هي ولدها وتغدات معنا مجموعين. صراحه التريد كيبغي اللمه وكيبغي الكتره، لذا تجمعنا عليه. يلا سير ولي دوي، باش كاين تنا التيشيرتات باش تعلمتي تنيا ديك الفويتا وبيتا كنا باقاش نتنيهم، بغيت نبقى نتني فيهم وانت تروهم. يلا صافي مزيان هكاكي، صافي مزيان. علاش ما كتنيش صح حوايجك هكايا؟ كتعرف تنيا كتفلع عليا على هاد الحساب، ما كتبغيش تني على حوايجك كل ساعة انا لي تانيهم بيك. كدير التفليع، كدير القوالب هاياك، تني خوك، تني ليك الدان، تني الباك، تني الحلاق، تني لي انا حوايج ما بقيتش كاع كنتنيهم، تجي ليكم حوايجكم نتوما على ربي، حوايجي انا غنلبسهم كنمشي، ما فيكوش كيف، نديكم عندها وخصوصا انت كاع، دابا شنو يعجبك انت تمشي للمدرسة حوايجك موسخين وما مصلوحينش، زوين؟ لا، اش كتشوف شي حد مدرسة حوايجه مصلوحين، كي كتقول؟ شنو كتقول في دماغك؟ ها شنو كتقول في الدماغ ديالك؟ ما عرفت شنو كتقول؟ كتقول والو شنو كتريح وجهك مقيم، ما كتقولش هكا والو، ما كتسوقش كاع، ما كتسوقش اكثر مني، شغلك شي ما كنهضرش معاه ولا ماشي شغلك شي يوصل لي حوايجي، ما كنهضرش معاه. لا زعما اش كنت كتقول في الدماغ ديالك مع راسك؟ شنو كتقول؟ ما قلتيش كتسوق لي، ولكن شنو كتقول في دماغك؟ دماغك كيفاش كيرياجي؟ دماغك كيفاش كيهضر؟ كتهضرش انت مع راسك؟ تش بابا كي تهضر
Maman, je parle avec ma tête toute la... tous les jours, je parle avec ma tête, tous les jours. Bientôt, ouais. Je vais devenir folle. Voilà. Tu parles pas avec ta tête, toi, alors? Je parle pas, mais, dans son... mais... de temps en temps. Quand t'es énervé. Voilà. Ouais, voilà. Je te connais, je te vois toujours. Quand t'es énervé, tu commences à parler. Mais j'ai pas envie d'avoir des parents, moi. Mais moi qui part. Laisse tranquille. Tu veux pas la cake? Nous, on n'avait pas des parents compréhensifs. Nous, tout ce qu'on avait, ce qu'on a dit, parce qu'on a ça, on n'a pas le droit de dire non. Toi, tu as le droit maintenant de dire non, si tu veux pas. Nous, on n'a pas le droit de dire non. Diri, il a dit que tu fais ça. Obligé. Pas de ça. Hein? Nous, on n'a pas le droit de dire le respect. Qu'est-ce qu'il dit? Le respect. Le respect, ça se reprend pas. هالي طبعا فايك اكزامبل معايا انا شنو كدير انا وياك شنو كنديرو كتهضر معايا كتعاود ليا كلشي كتشرح ليا كلشي اشنو اللي ما عندكش لو دووا دير معايا سجلتي تا ما عندكش لو دووا تسبني اولا تضربني هادو هما جوج الحوايج اللي كان عندك لو دووا تناقش معايا وتقول لي هاد الحاجه ما عجبتني كتناقش معايا دائما كتقول لي هاد الماما ما بغيتهاش هادي ولكن ما عندكش الحق انك تسبني اولا تضربني هاد جوج الحوايج ما عندكش الحق ديرهم فوالا اي افيك طون بار سي باراي. Mais avec ton père, c'est pas trop. Il n'y a pas trop de respect, hein. Là? Non, en ce moment, mon père n'est pas là. En ce moment, mon père n'est pas le tomo. Toi, je t'ai pas. Chouïa, zèf. Trop. Pourquoi est-ce que tu dis, Allah, que tu traces maintenant, oui? Est-ce que tu dis, est-ce que tu traces maintenant? Bah, c'est un jeu, normalement. C'est un jeu. Non, mais c'est plein un jeu quand vous commencez à faire le jeu. Après, ça finit par un vrai bagarre. Le ou le cas de Dobby Halleur, t'as les quatre salouha. Mais la bagarre, c'est un jeu, non? La bagarre, c'est un jeu. Non, la bagarre, c'est quand un tu jeu. Vois... Attends. Quand c'est attends. Devant tout le monde. Attends. Oui. Mais quand c'est. Attends. Quand. Les spectateurs. Il y a des spectateurs dans la maison ici? Non. Et vas-y. Le genre des spectateurs qui regardent, je sais pas, des matchs de combat. Ouais, mais c'est un match. Hein? T'as bien parlé. Et ben nous aussi. C'est un match, ils sont payés pour ça. Et ben nous aussi. Ils sont payés pour faire des cinémas. Toi, tu fais pas de cinéma, c'était des vrais. Non? Là? Alors ça, t'attends pas. Ça n'a pas l'air. Je vais te dire, je vais te dire. Mais le respect, c'est tout. Je te demande pas de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ne dis pas ce que tu as envie de faire. Ne dis pas. C'est juste que tu as envie de faire. Et tu dis que tu as envie de faire. Tu as envie de faire. Je ne veux pas dire ce que tu as envie de faire. Mais tu dois avoir le respect vers ton père, vers ta mère, vers ton frère, vers ta grand-mère. Vers tout le monde en fait. Le respect c'est vers tout le monde. Vers ton prof, vers tes amis. Tu vois, le respect c'est... Il faut obligé d'avoir du respect. T'as pas de respect, t'as rien dans la vie. عندك حق دير اللي يعجبك راسك هذاك ما عندش واحد الحق يقول لك اياد شنو كدير ولا شنو حيت عندي الحق نصحك ولكن ما عنديش الحق نفرض عليك فهمتي انا ما نفرضش عليك نصحك وليك اياد باغ اكزومبل فاش نقول لك اياد ما درتيش لي دوفوار ديالك راه ما غاديش تنجح هذا النصيحه ولكن الا بغيتيش ديريهم ما بغيتيش ديرهم هذاك الشيء القرار كيرجع لك انت اللي غادي توقف فاش غير ما تنجحش ما تجيش تبكي تقول راني ما بغيتش ما عجبكش هذا ديالي
لا تنقص حتى ما نريحش مزيان. ما نريحش سير تريح سير. اش بغيتي تسولني اخر في الحياة؟ سولني. كما كتشوف معايا جد درت شويه تاع لويزا، واخا انا ماشي لويزا اللي غير خاصني سلطه على لويزا ولا شي بيتي نعوم فيه. درت مع اتاي لويزا وخرجت نستمتع شويه في الجريده ديالي. جيت هنايا تحت تحت المخده ديالي هادي ونعست هنايا واحد الكاس ديال لويزا. وحقيقه ماشي ثلاث كاس ديال لويزا، شوفوا ستريس تسوا الاعصاب. تعصبت هاد يومين، هاد يومين يومين اللي محط لكم فيديو راه كنت معصبه البنات صراحه. ما ماشي ديال نحط لا فيديو لا جوج، تنعاود لكم تنعاود لكم شي نهار. درت هاد الثاني في الكيسه اللي كنشرب ديال لويزا، الثاني في الكيسه نعيب الله لويزا مع اتاي. وماشي في حقيقه فاش اكتشفت بلي راه ما خاصني غير كاس ديال لويزا ولا جوج كيسان، خاصني سطل ولا بيسين ولا شي بانيو ندخل فيه تاع لويزا ونشرب معاه الدواء ونغسل باللويزا شعري ونشقق عينيا ونيفي وفمي ودنيا كلشي يدخل معاه لويزا. وحق الله العظيم يلاه شوف شوف واش دير فيا شي حاجه. ما هاد الكيسان تاع لويزا ما يديروا فيا والو يا بنات. وحق الله العظيم اللي زعما قال لك راه عايش لافي بال راه سعداته. وحق الله قسما بالله العظيم عافي حنا ما غاديش نقول لكم اكثر، نقول لكم غير واحد اختي عندنا مريضه مدوزه علينا الويل. وحق الله العظيم عندي واحد اختي مريضه في الدار، فاش كتمرض كتدوز علينا الويل الكحل. الويل عرفتوا شنو هو الويل الكحل؟ وبالاخص انا عندها انفصام، عندها انفصام في الشخصيه، عندها الوسواس. خليكم الناس اللي كيعرفوا شنو كنقول غيفهموني. او حق الله العظيم الا زعما الله يحسن العون وصافي ما نعاودكم لا ما نعاود لكم ولا ما نقول لكم والو. الناس اللي عندهم مرضى في الدار هما اللي غيعرفوا شنو كنقول. فاش كتمرض كتمرضنا معاها وانا كنتعصب نكذب عليكم. شي خاصني لويزا داك الدواء اللي كيعطوها خاصني نهزو من عندها نشربو انا نيت. يا داك الدواء اللي خاصني نشربو ماشي هي. خليكم نقول لكم بغاو بيزو تهلاو في راسكم، نقول لكم بغاو بيزو تهلاو في راسكم. انا نستمتع شويه بهاد الشميشه وهاد الجو ديال الشتاء يعني مزينات. ونوض ندخل قبل ما نوض اليوم من النعاس، نوض ندير لهم الكوت للوليدات ساكن ما ذنبهم والو، نطيب ليهم هما ما ذنبهم والو. واخا طال عليا الدم واخا طال عليا الزعف واخا طال عليا الدنيا في الراس، والدراري تا هما كيعصبوا راكم عارفين. والا ما كاينش اللي يعاوني، ولكن كندير لهم ياكلوا. ولكن صبر على قبلهم، اصلا كنديروا هادشي كلهم على قبل الوليدات. دخلت نصبر شئت ام ايد ما فيا كاع راني نعس كاع. حق الله ما يفيق النعس الصباح وما نفيقش من النعاس تيقولها لي راسي، ولكن
ومزيان الصراحه اللي انا البيض تحتكم ماشي ولات، كنت دخلت في ديبريسيون ولا اكتئاب، والله مزيان مزيان. يلا كرو بيزو، تهلاو في راسكم، ما تخافوش على اختكم، ما تخافوش عليا.